لم يكن حجم وصدى وزخم تظاهرات الأول من تشرين الأول في العراق هي صفات الأبرز في تلك الاحتجاجات الشعبية فحسب، بل هوية المشاركين الرئيسيين فيها والحدث الأكثر أهمية، وهم سكان محافظات وسط وجنوب العراق الذين تعرضوا لعمليات قمع عنيفة على يد قوات أمن تعمل لصالح حكومة تهيمن عليها أحزاب شيعية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. سكان هذه المحافظات توقعوا أن تتحسن حياتهم بشكل ملحوظ بعد تسلم أحزاب تعتبر الجنوب قاعدتها الشعبية مقاليد الحكم، ولكن بدلاً من ذلك شهد هؤلاء العراقيون ما يشير إليه العلم الاجتماعي بالحرمان النسبي، وهي فجوة ما بين ما توقعوا الحصول عليه وما يعتقدون أنهم يحصلون عليه، حيث لم تلبي الحكومات الاحتياجات الأساسية التي كان من المفترض أنها تعهدت بها لسكان دوائرها الانتخابية، وهي الاحترام والوظائف والأمن والشعور بأنهم لهم صوت، بل إن ما حدث هو تفشي لفساد هائل واقتصاد فاشل بات يوفر القليل من الوظائف. من جهته كشف استطلاع لمؤسسة جالوب الدولية عن نتائج استبيان لحجم الإحباط الكبير لدى سكان محافظات الجنوب بسبب الفساد والفقر والبطالة وغيرها من الأمور التي باتت تعصف بحياة الشباب العراقي، حيث صرح أكثر من 80% أنهم شعروا بالاكتئاب مرة واحدة في الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، بينما شعر 3 من كل 4 أن حياتهم قد فقدت كل معنى. وصلت الثقة بالحكومة بين الشيعة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، حيث أعرب 85% عن يأسهم من الحكومة والبرلمان، وأعلى قليلا في النظام القضائي بل وحتى بالمؤسسات الدينية. طريقة القمع الوحشية التي واجهت بها الحكومة التظاهرات الأخيرة زادت من حدة الغضب الشعبي، واكتسبت شريحة الشباب الغاضب شعورا بالتمكين والتحرر الذي لم يكن متاحا لهم قبل ذلك بسبب ما كانوا يتعرضون له من ترهيب فكري، خاصة بعد أن تحطمت بعض القيود التي صنعت حول رجال الدين، وحين تيقن الكثيرون بأن طهران ساعدت الحكومة في تنفيذ حملة قمع الاحتجاجات من خلال نشر الميليشيات المرتبطة بها.